هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى من لا يوتر ولا يصلي بالليل من حفظة كتاب الله أنه متوسد للقرآن؟ لا، اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن شخصا ينام الليل ولا يقوم، قال ذاك بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه. هذا الذي أعرفه.